في المرشي. اليوم في المرشي باش نمشيو للمنستير مع مراسل ديوان فام محمد علي دكدوك اللي معنا مباشرة. صباح خير محمد علي. صباح النور عفيف. أهلا وسهلا بيك. مرحبا. مرحبا بيك. مرحبا بالسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا اليوم الصباح على إذاعة الديوان. كما قلت في المرشي اليوم تجيكم من السوق المركزية لمدينة المنستير باش نعملوا جولة بالسادة المستمعين على أبرز الأسعار اللي لقيناها منذ صباح اليوم. قمنا بكري توجهنا للمرشي واخدينا ثم أبرز الأسعار اللي لقيناها مع الإشارة وكونه مرشي مدينة المنستير عفيف خاصة في نهاية الأسبوع يكون قبلة للمواطنين اللي يسكنوا في جوار مدينة المنستير وحتى الولايات المجاورة كما توسة كما مهدية كما قروان. ناس تجي علاش؟ لأنه لهنا نوعية السمك تكون نوعية ممتازة وأرخص الحقيقة من برشة. أنا ما أقول شيء راو كل مرشي يقول أنا أحسن مرشي. هذا ما يصيروا لناش حزازيات بين المرشيات. المهم أحنا المرشي أي مرشي في أي ولاية في تونس يكون فيه الخيرات السبعة ويكون فيه أسعار مناسبة للجميع. هذه أهم حاجة. أكيد. خلينا نكون في صلب الموضوع ونعطيه فكرة للسادة المستمعين ثم الأسعار اللي لقيناها. نبداوم على الخضرة. نلقاو البطاطا من 1300 إلى 1800، الطماطم من دينار ل 1950، الفلفل الشعباني من 3000 حتى 3750، الفلفل الحلو نلقاوه من 3000 حتى 3750، الفلفل البقلوطي من 5000 ل 6000، السناريا من 800 ل 1300، البصل بالقرشة من 600 ل 900 الكيلو، البصل الروس من 1500 حتى 2000، القراع بطوشينا من 4 دينارات ل 5 دينارات، نقرع بطاطا من 2000 ل 2500، البتنجان من 3 دينارات حتى ل 3750، الكرنب من 800 دينار، كيف كيف الكرنب من 800 دينار، نلقاو الفول الاخضر من 2000 ل 2500، الجلبانه من 4 دينارات حتى 5 دينارات، البسات من 800 دينار، نلقاو الجنيريه الربطه فيها 3 روس ب 3500، البتراف ب 3200، الفتروس نلقاوه من دينار ل 1500، القارص من 1200 ل 1500، ونحكيو توا على الخضر الورقي، صرف المعدنوس نلقاوه بين 300 و400 الربطه، بالنسبه للبسباس للناس اللي تحب كسكسي بالبسباس نلقاوه الحزمه بسباس من 600 وزوز دينار، لفت مرشان اللي يحب يطيب مرشان نلقاوه ب 1500، نلقاوه السلق العربي ب 1500، وبالنسبه للفجل الربطه دينار و200. هذا سوقينا بالنسبه شويه الجناريه غاليه معناها الربطه ثلاثه كعبيت. اما ركزوا في البوزيتيف البروكلوسوم به لا الاخرين بسمو قايت بروكلو نحكيو توا على الغلال. سوقينا اسعار نلقاو الشنوه من 2800 ل 3450، المدنينه من دينار ل 1600، الطمطم من 1300 ل 2000، اللي ملحلو من 1600 ل 2000، العصير اللي معصير من 700 دينار و100، اللي مبصرة ب 3500 حتى ل 4 دينارات، نلقاو التفاح من 3 دينارات ونلقاو ب 4 دينارات ونلقاو 6850، الدقلة من 10000 حتى 13 دينار و800، وبالنسبة للدقلة الفريك نلقاوها بين 5000 و6000، البنان من 8800 حتى 10 دينارات الكيلو. يا لطيف سيل بنان سيل بنان والله البنان اللي كان مكدس في كل بلاصه. ايه الزنبيع الاحمر لقيته ب 2000، الاناناس الكعبه ب 11 دينار و800، والكيوي لقيت الكعبه ب 800. الكيوي الكعبه ب 800 كعبه ب 800. هذا بالنسبه للغلال. تو ندخلوا نحكيوا على اللحوم البيضاء والحمراء ونبداو مع اللحوم البيضاء. شنو هي الاسعار اللي لقيتها اليوم الصباح؟ الدجاج الحي في مرش المسير بين 5800 حتى 6 دينارات. بالنسبه للدجاج المذبوح بين 7000 حتى 7500. كويش نتاع الدجاج من 8500 الكيلو حتى 9 دينارات. اسكالوب الدجاج من 13 دينار و500 حتى 14 دينار. كويس دو دانت من 8800 حتى 9300، اسكالوب دو دانت من 14 دينار و500 حتى 15 دينار، ستيك دو دانت من 12 دينار و500 حتى 13 دينار، كبدة الدجاج ب 12 دينار وكبدة الدندون 16 دينار. بالنسبة للعظم مسعر
والتسعيرة نتاعو قاعدين يطبقوا فيها لهنا في المرشد هي 14 مئة. محمد علي في بالك كبدة الدجاج أنا خلطت على عصر بريسك يلوحوها ما ناكلوهاش اكزاكتومون ويعملوها للحيوانات وكل ب 12 دينار الكيلو وليت كبدة الدجاج راه 12 دينار وبرشا عائلات يطيشوها راه على فكرة. بون لو انه هو راه فما برشا وصفات بنينة أنا اكتشفته من بعد فيها شوية زفورة هكايا للكبدة بتاع الدجاج ولكن فما وصفات ممتازة تو نهبط لكم مرة وصفة. ما يحكيو على قيمة غذائية كبيرة. أما قيمة غذائية كبيرة ولكن ليه باش تفهم الغلو. باهي كاملة لنا. اللحوم الحمراء الحقيقة باش تتبعوا معايا الأسعار لأنه الأسعار تعرف ارتفاع كبير. أهلا وسهلا. نار يا حبيبي نار. والمنتظر من رمضان باش تكون الأسعار أكثر من الأسعار هذه حسب حكيت مع بعض. إن شاء الله ليه. إن شاء الله ليه شنو باش يجي رمضان وما باش يزيدوا يغليوا على العباد. هاو باش نعطيك الاسعار وباش تفهم معناها وين نجمو نوصلوا بالاسعار اللحوم الحمراء. البقري مثلا هضره في السير اليوم بين 35 دينار و 36 ومن المنتظر السعر هذا يزيد يرتفع من الرمده. ايوا جنب بالعظم 18 دينار، جنب بلاش عظم 26 دينار. الكبده البقري 36 دينار، المرداد لقيته بين 20 و 25، الهرجمه 9 دينارات والكرش ب 5 دينارات وبالنسبه للعلوش 40 دينار ويقول لي الجزار من المنتظر من رمضان يولي ب 50 دينار الكيلو. اذا نقترح ما عادش ناكلوا اللحم. لا بالحق معناها وين ماشيين بيه عمال يغلى عمال يغلى عمال يغلى بالرسمي معناها شنو هو هذا؟ هو قال على 50 دينار شنو واحد يعمل لحمه في الجمعه شنو هو؟ 50 دينار في رمضان الكيلو الله مع زوالي. والله ربي معانا الناس كل اي توا باش نحكيو على الاسماك بما ان احنا في مرسى المسير اكيد باش نعطيكم فكره ابرز الاسعار اللي لقيناها رغم فما نقطه على مستوى الاسماك لهنا في السوق يقول لك الطقس مازال نو شويه هيك علاش البحاره ماهيش قاعده تجيب في الحوت دونك نبداو السردين اللي هو حوت الزوالي الحقيقه الاسعار لهنا ممتازه وفي متناول الناس الكل ثم نوعيات ممتازه اللي هي من 2500 ل 5000 معناها اليوم نجم نطيبوا كشتي بالسردينه ب 5000 فرنك ماكسيموم وراثة البحرية الجويدة نلقاها لقيت 6800 ب 8800 ولقيت حتى 11 دينار. أي أنت والكاليبر نتاع كابلو راثة. الحلوفة ب 17 دينار و 800 حتى 22 دينار. الوراثة المربية ب 14 دينار حتى 14 دينار و 800. القاروس المربي من 16 دينار و 800 حتى 20 دينار. لقيت بوري مارسي الكيلو ب 10 دينارات. هذا يقول لك جاي من مارسي. بوري خشين المرجان من 13 دينار ل 20 دينار فما مجل جويد ب 10 دينارات الكروفيت رويال من 48 دينار حتى 58 دينار اللاج ولا الغراب هذا حوت يتربى الكيلو نتاعو بين 16 دينار و 800 حتى 18 دينار و 800 لقينا التن ترونش الكيلو ب 26 دينار و 800 الشورو ب 14 دينار و 800 بالنسبه للكلامات انت والكاليبر لقيت 25 حتى 34 فما اسعار مختلفه المرلون ب 24 دينار قاروس بحري خشين ب 65 دينار الكيلو التريليا الحمراء الخشينه ب 35 وتلقى اجود شويه تلقى من 22 من 26 فما اسعار مختلفه اسعار مختلفه على الاقل في ولد البحر يعطيك صحة محمد علي دقدوق على كل هذه المعلومات اموا ولد البحر فيه ما تختار لازم تلقى حويجه في مقدور الجميع كان هذا المرشي نتاعنا اليوم